فهمت مليح يا صاحبي. انت صح حمار ولا كيفاش؟ اش يخطر ولا عاود لك في الكلام هذايا؟ شوف كي تخطفني ماذا بيك؟ جوج صوالح ما لازمش تنساهم. تليفون جامي تعيط بيه، عيط بالماسكي، والماتريكول تاع الطوموبيل جامي لابان. فهمت؟ فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت. شاحا ثانيا ماذا بيك تخطفني؟ تبت غير بالعقل شايس، ما تجيب الفور. انا ماشي قاضي القوة ولا حاجه، ما تخوفني نقدر لها. وشنو باش ما تجيش مارقه؟ ما تجيش مني مخدومه. ودامك تاش نديهم؟ ضرب جالين ضرب. كي نجي العمليه نعطيك 10%، والعمل جاي نعطيك 200,000. فهمت؟ فهمت. شاحيت وعاود لي تشوف. فهمت؟ ها؟ يا حاجر يا حاجر اسمع، هذا البيبول هذا لك درج الدنيا يرحم ولدي. كاين في الدنيا واحد يخطف عنده نونوش هكذا في طوموبيل؟ يا حسرة يا نخرجوا يا صاحبي، دخ خطر هنا. فتاة في مقتبل العمر تبحث عن رجل ملتزم وذو أخلاق حميدة لا يتجاوز عمره 80 سنة. هذه توالي مني يا بعينك يا مقيوش. خطيك منسى وشبيت جدك تهبلت ولا نسوى عارين؟ كان زوج صوالح ما تمنهمش، فرنسا ونسى. أسمع أين خرجوا هنا كرت في القهوة هذا يروح وي. مازال حال خويا تقيوش هذا وين جينا؟ ونقعد هنا الشعب كبرى برا غير حنا رانا هنا. يروح سبقني راني جاي. مقيوش راهي مات الجورنال هذا، تبعني تشوف تبعني. يا دقيوش مصبع وانت تدور بيا يا خويا، وزيد جايبني البلاصة خالية. واش بيك تشتكي يا خويا؟ تموت على الشكاوي. أنا جبتك هنايا معينك، شوف السوسطة الخلوي الليل سكات الهواء نقي، شوف ما شاء الله يا خويا. يا خويا ريحة الزبل هنا رعفتني. إيه بدون هذا والله ما رديت بالي، ما شفتوش يا معينك. هنا خير شوف رانا ملاح. شكون هذا؟ يا لطيف واش بيك تدو جانينا وقيلا؟ مانيش عارف. خليني نروح ليه. اطلقني. خلي صاحبي. يا لطيف اطلقني يا لطيف. يا دقيوش. يا مقيوش. يا دقيوش. يا مقيوش. خليني نسب نفسي على جالك يا خويا، يدوني انا وما يدوكش انت خويا قيور. يا دقيوش يا دقيوش. والله ما خاف. والخاطف هذا كان حاب يخطفني انا. بصح دقيوش سب لنفسه، قالوا هذا صاحبي روح بالروح. ومن بعدها طلعوا في الطوموبيل، راحت مع الاول ادروات، ومن بعد جات ولات اغوش، ومن بعد فرينا. انا تعلقت ما ومن بعد كي دار شاكي خلاص ما قدرتش. كواتش اهدر تشوف ايادا. الو الو مخيوس اسمع، صاحبك او ياكل او يشرب او كي غزاله راك فاهم، ما تنساش 5 ملايين. اري جد البورطابيه البغليه 5 ملايين هكذا الناس ينيغوسيو. سييتك برك ما يتلاج جد والديها. اتعلم من عندي، تعلم الناس كيفاش نيغوسيو معنا. كتعلم وانا على بالي شكون هادو؟ ما يكونوا غير فرنسا ولا الامريكان. ايه دقيوش خادم القيره وعنده بزاف العديان. الو دقيوش معاك. دقيوش واش حبيبي وراك؟ لا غلط ماشي دقيوش، انا اللي خطفنا صاحبك دقيوش. ايه بصح علاش خطفتوه؟ تعاوش تفهم، اذا راك حاب تشوف صاحبك في الحياه اعطينا 30 مليون هذا مكان. لا غلط، 50 مليون. يا خويا بصح جوزوا لي. روحي ضقت السبعو. الو اي بلع اي بلع. علي عجبوني ما على بالي بحتى واحد، اضربوني بالنار. راك تسمع صاحبك كيفاش راهو يعيط؟ ما على باليش بيكم، انا قاري في برخم حتى واحد. سمعت صاحبك كي وراك تعذب مسكين؟ ايه عذب له بالنار بالشاليمو. بصح نقول لك حاجه يا خويا، حياتي قاع وانا نختطف صاحبك السبار يا خويا، النار ما قرتش فيه يا محينك صنديد. ايه يا خويا هادي ما عنديش شك فيها، بصح جوزو لي يا خويا حبيت نسمع صوتو. دوك نجوزو لك. ارواح مقيوش. ايه دقيوش ارواح انا جاي. الو ويا مقيوش ما تخافش عليا مقيوش، انا هنا ما تخافش عليا. اسمع راهم يعذبوا فيا بصح يا محينك تعرفني صنديد وفحل وصبار. مقيوس جيب لهم الدراهم اللي قالوا لك عليهم وخلينا منهم، جيب لهم 60 مليون يا محينك. خلاص جيب تليفوننا، جيب تليفوننا خلاص. ايه بصح قالوا لي 50 مليون. ايه معليه زيد 10 ملايين ونص. يا دقيوس انا عندي الحل، على بالك بلي النيميرو تاعهم راهم في شي عندي وراني حافظ الماتريكول. يا البغل ماشي ارواحنا ماشي وسيتك يا معينك. ها قلت لك بلي التليفون تاعك ما طافيش، ماتريكول بالك منه.
إيه الله غير صح. إيش فهمت مليح؟ إيش كنت بالله عم بنهضر مع جدك؟ لا لا قيوش اسمع دوارين يا معينك، بالك منهم يا معينك، عندهم هذو واحد 60 كلب، وعندهم واحد 40 واحد فرطاس، ما يخافوش ربي هذو خويا مقيوس جيب الدرهم وخلينا منهم. ألو قيوش، أي 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 أي، ألو سمعت ولا ما سمعتش؟ إلا كعب صاحبك يعيش، جيب لنا الدراهم، ساقي الحاجة نقولها لك، صبار صاحبك يا ولد فعل. ألو ألو يا الخواح يا صاحبي دقيوس راهي في خطر، قال لك لازم 65 مليون ولا سيد راح غبر. ومنين نجيبهم احنا 65 مليون هذو؟ ايه كيما انت هكذايا تباع الكليه تاعك جبنا واحد 20 مليون. ايه وانت يا خويا انت ملي نعرفك 20 دورو تاعك ما شتهاش، باين راك تكدس في الدراهم خويا انت، ما نهدروش. اطلع كمل. راني طالع ولك الدورة سمعت، راني نعشو فيك. راني طالع. ازرب شوية صاحبي راك ميت. احبش واش راك تشوف؟ كاين طريق. طريق يا المغل، كاين بيدون قدامك على وجه. والله البيدون خضر يا محينك. ايوا واش راك تستنى؟ مالا رمي شكارة وتربح. هاي ازرب. الو تليفوني في جيبك يا المغل. الو وصاحبي راك تعذبو فيه؟ صاحبك رانا قتلناه بالشيلي مو يمحينك، قطع له الشلاغمو، قطع له ودنيه. صح نقول لك حاجه يا خويا، صاحبك صبار صنديد يا محينك. اي روح طير اي تربح، ولك الدور موراك نقتلوه روك الدور. شفريت يا خويا واش قاسيت؟ الكلاب يعضوا الحلوشه يعضوا يا محينك، وجابوا لي واحد المنشار في واحد 600 متر، قالوا لي نقطعوا لك راسك. قلت له يا صراحه واش لو كاينه حاجه؟ انا كنت صبار يا خويا. يا خويا صرعتني بالحكايه تاعك من الصباح وانت تحكي، حتى المشتريه حوزتهم فرانك ما دخلنا لاكاس. سيبو خلاص وليت تحل فمك دوكا. تحل فمك خاطر سلكتك منهم، قال خليتهم يدوك تشوف واش يصرى لك. ولا لا انا انسان صبار، وزيد عندي الماتريكيل وعندي النيميرو تاع التليفون، راه نشكيو بهم وخلاص. واش كيبي واسمع خطيك يرحم والديك واعرين، ديجا وشو عليك؟ قالوا لي كاشي ما يهضر نقطعوا له راسه. يرحم بابا. ايه واش تقيوس ولا دي بونسون يتفاهمنا عليها؟ عندي يومين وانا حوس عليك بزاف. شكون انت صدمني القهوه هنايا؟ قدم نفسك. انا ما نعرفكش عمري ما شفتك. شكون انت؟ صار هكذا. انا قلت لي روح تخطفني، كنت تعرفني وكي دخلوا لك دراهم وليش تعرفني كبير، قلت لك عاد تسوي تموت. الو السلام عليكم، سمعتنا حنا حبينا نخطفوه. طفي يا في بغل يا اخي طفي مات البورطابل، ورا عيط لك وكشفك يا الجياح. صار عليك يا دقيوش. مزيان واحد ديمون دا 65 مليون. 65 اديت 5 مليون على ظهري يا الشام وانت ما تحشمش. صاحبك وفيت فيك. طرالي هيا طرالي هيا